صباح الخير على مشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامجنا نعم أستطيع. وزي ما عودناكم على مقولة البرنامج الشهيرة، نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال وأفعال. ودايما طبعا بتشوفوا سمكة مؤدي محتوى على اليوتيوب، ممثل، مغني، ضيف في حلقة في البرامج. بس أنا المرة دي بقى النهاردة انتوا شايفين سمكة مذيعة. ايوه مذيع عادي جدا، يعني ايه اللي فيها؟ سمكه مذيع. ولما فكرت طبعا في اول حلقه ليا في البرنامج اطلع لوحدي اخد على الكاميرا اعرف الناس بيا ان انا بقيت مذيع في البرنامج، قلت لا انا هطلع معايا ضيوف، لازم اطلع معايا ضيوف. مين بقى الضيوف اللي انا اخترتهم يطلعوا معايا النهارده؟ هم ناس نقدر نقول مثلا اخواتي، اصحابي، اهلي، ناس عشره عمري، نجومنا ونجوم في يعني في الاخر نلقبهم بلقب النجوم. هم اخواتي واصحابي وعشره عمري اللي عشنا مع بعض حياه جميله جدا وما بينا مواقف وطرائف كتير، فاحب اعرفكم طبعا بيهم النهارده. معانا النهارده يا جماعه عمار الفنار. ازيك يا عمار؟ عامل ايه؟ وزيزو المجنون. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا زيزو؟ الحمد لله، منور البرنامج. نورك. نور يا عمار. الله يخليك. والله العظيم منورنا النهارده في اول حلقه ليا في البرنامج. تسلم. النهارده يا جماعه زي ما انتم عارفين دي اول حلقه ليا في البرنامج. تمام. وكان لازم اطلع وانتم معايا في البرنامج. تمام. عشان اعرفكم للناس واعرفكم للجمهور. ده انتوا يعني ده بعيد عن الناس اللي عارفاكم، يعني انتوا عارفين انتوا خاربين الشارع وعاملين ضجه في الشارع رهيبه. الله يخليك. والله العظيم بجد يعني انت ابتديت الحلقه قلت اخواتي. ما هو ما هي ضجه الحلقه ايه؟ حبيبي اخواتي. اخواتي. انتوا فعلا اخواتي وعهد الله. الله يخليك. عمرو فنار، عايزك يعني تقول لي ايه سبب لقب الفنار وانتشر جدا زي ما انت عارف طبعا. تمام. ايه لقب الفنار؟ والله هو موضوع الفنار ده هو فريق رقص اسم من زمان، من حوالي 10 سنين بالظبط. تمام. اجيال بقى بتسلم اجيال، في ناس قبلينا واتجوزوا، وفي ناس دخلوا الجيش، وفي مش عارف ايه، والشباب الصغار اغلبيه الشباب الصغار بيحب ايه موضوع الفنار دوت. هي فرقة رقص بس طالع من الفنار، طالع ناس بتغني وناس بتكتب وناس بتعمل محتوى فيديوهات، يعني حاجات كتير. ولو اي حد حتى كتب في البحث على اليوتيوب بالفنار بيظهر له كذا حد في كذا محتوى، كشاعر، كحد بيكتب فيديو، حد بيصور فيديو، حد بيغني، كذا حد. بس هو انا طبعا انا عارف ده كله. تمام. بس انا بعرف الناس. انا قلت اسالك قدام الناس. تمام. عشان تعرف الناس ايه هي الفنار. تمام. لان الفنار يعني الله اكبر. هم الفنار كانوا عاقلين لحد ما جالهم بقى واحد اسمه زيزو المجنون. بس زيزو، احنا نيجي لزيزو. ثواني يا عم، نيجي لزيزو. ايه بقى حكايه زيزو المجنون وايه حكايه الفيروس اللي انت نشره في الشارع؟ بص يعني اقول لك على حاجه، انا زيزو ايه لحد فتره يعني قريبه قوي زيزو، بس من غير مجنون دي اتشهرت بيها قريب قوي على التيك توك. ابلكيشن التيك توك. لا انت كنت عامل فيروس على التيك توك. انا التيك توك، هو التيك توك اصلا يعني اكتر وسيله ايه تخليك تلم جمهور وناس والكلام ده. فاهم؟ فانا عشان بغني فدايما بهايبر في الاغاني. ايوه. تلاقيني بتنطط بتاع. لا لا فعلا انا شفت لك نجاحات كتير جدا. والله العظيم بجد، يعني انتوا مش عشان قاعدين بقى وكده واخواتي والكلام ده، لا انتوا اخواتي بره عن الاغنيه يعني. طب عمور، عايزك يعني تقول لي ايه اللي انت بجهزه ومجهزه للناس وهتسمعه للناس وهتبهرهم بيه، لانك انت يعني كنا غطسين غطسه فجاه كده. تمام. قمنا فاهم. تمام. عايزك تفهم الناس بقى انت ايه اللي انت كان مجهزه. كان في شويه مشاكل شخصيه فما كناش فاضيين للمجال انا وزيزو، بس طبعا انا عارف زيزو من 8 سنين. تمام. بس احنا بقى لنا حوالي 6 شهور قعدنا مع بعض وقلنا ان احنا لازم نعمل اعمال مشتركه مع بعض ولازم نظبط الدنيا مع بعضينا، بحيث ان احنا ايه في ناس كتيره حبت ان زيزو وعمار يبقوا مع بعضينا. أيوة. تمام. هو انا كده كده معايا تيم اسمه تيم الفنار، معايا قني وبيوزع اسلام كريزي وبيوزع ميجو وزيزو موزع، بس زيزو الناس حبت. هو زيزو مش في تيم الفنار، هو اسمه زيزو المجنون. ايوه. بس الناس حابه ان زيزو وعمار يعملوا اعمال مع بعض. الناس حبانا مع بعض بالظبط. ان أيوة. زيزو مثلا بيقول بطريقه اللي هي مجنون وهيبره، وعمار مثلا بيغني ايه بلحن بسيط او الكلام دوت، فالناس حبانا مع بعض. حتى هو الناس اللي هو جمهوره او اخواته او الناس اللي تبعه بيحبوا عمار مع زيزو، وانا هكذا نفس الموضوع. بالنسبه بقى موضوع اغنيه اخواتي، هو زيزو
كان معدي معايا. جات لكم منين فكره الاغنيه ان انتوا طلعتوا عملتوا؟ هو يقول لك بقى. جات لك منين فكره اغنيه اخواتي دي يا زيد؟ بص عمار لما بيمشي في الشارع، كل ما يمشي في الشارع بيسلم طبعا الدنيا كلها عارفاه في منطقته، يعني معروف جدا عمار. او عمار، فطول ما هو ماشي اخواتي 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 اخواتي. قلت له ايه يا عمار، في ايه يا عمار، انت كل ما تمشي في حته اخواتي 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 اخواتي. قال لي اخواتي جت من هنا. قال لي طب ما تيجي نعمل ده. نفذته بقى اغنيه اخواتي اخواتي، والشعب كله بقى نازل، كله بقى اخواتي اخواتي، الدنيا كلها بقت اخواتي. هم المصريين كده كده اخوات يعني. هم اخوات. طبعا قول لنا اخواتي يا عم. ايه يا عم انت توقعنا في بعض. طب يا زيزو، انت اول حاجه عملتها ليك عملت زيزو كغنى، ايه اللي حببك طب في الغنى الاول اصلا؟ هو مش انا بحب المزيكا اصلا من زمان. انا بغني. انت بتلعب الكتريك وتوزع؟ انا بوزع، بوزع وبلحن وبغني، وكنت بكتب وكنت برفع لنفسي، كل حاجه كنت بعملها. احسن حاجه تعتمد كل حاجه، فاهم؟ اللي حببني في الكلام ده المزيكا. بحب مزيكا المهرجان جدا جدا، مش فكره ان هو دب 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 وخلاص. لا، انت 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 بس احنا عاملين حاله، مش انا بس تعمل حاجه هادفه، مش انا بس او عمار بس، لا في في اي في حد بيقدم محتوى المهرجانات عامه يعني، في فوق مليون واحد بيغني. لا لا مش اسفه، حاجه بتفرح الناس، مزيكا بتشتغل، مش عارف ايه كده. نعرف الناس اهم حاجه ان احنا ما بنعملش. لا لا مفيش اسفه ولا حاجه. طب انتوا تبع قرار المهرجانات ان هو يتلغي وكده؟ والله هو النقابه طبعا عارفه مصلحه الشعب وعارفه مصلحه ال ناوي تجري في حاجه زي كده وتبقى مصرح نقابي عشان تعرف تشتغل وانت رسمي؟ طبعا ان شاء الله. بامر الله ان شاء الله. انا بتمنى لك طبعا النجاح. انت عارف ربنا يخليك، وانت يا زيزو بتمنى لك النجاح. في الحته دي صعبه شويه، صعبه حته النقابه دي. لا مفيش حاجه صعبه. لا 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 لا، هم ما بيدوش يعني. طب ايه الصعب فيها؟ قصه المهرجانات دي بالنسبه لهم لا، حاجة يعني كده يعتبر النقابة مقفولة منها، بس عادي يعني. احنا بنحاول ان احنا ايه برضه نمشي الدنيا والحال يتعدل ان شاء الله. يحبوا المحتوى حتى اللي احنا بنقدمه. في ناس كتير بدون ذكر اسماء في المجال بتقدم محتوى كويس، بحيث ان هي تصلح الحاجات اللي هي اللي حصلت الفترة اللي فاتت، خلت النقابة تركز على بتوع المهرجانات قوي بس. فاحنا بنحاول ان احنا نظبط الدنيا ان شاء الله خير يعني. هنقدم رسالة للشعب حلو، صح؟ اكيد. عمار انت طبعا، انت سيبك من موضوع المهرجانات خالص، انت صوتك حلو تمام صح؟ تمام. انا عايزك بقى ايه تقدم حاجه لايف للجمهور. تمام. بص انا هقول لك حاجه، احنا لسه بنجهزها. تمام ان شاء الله. عايزك تغني لايف. ايوه تمام. بص صفحة جديدة من النهاردة، عوضي على ربي في اللي عدى، عشان خلاص انا جبت اخري وبعتبره مولد وفضة. اللي جاي عشان ما يجيش، شطبنا وخلاص مفيش، هعيش لنفسي حبة وهبقى يا ناس معايا واقول معيش. ناس تاخد ما بتديش، دنيا مش عاوزانا نعيش، جاي علينا وجايب اخرنا، ما بتضحكش ما بتمشيش. غلط وعدى الصح وداس، بالمظاهر ماشية الناس، مهما كان لمع النحاس، برضو الذهب هو الأساس. الله عليك الله عليك. دي حاجه كاتبها لي ابو عمار، وكالوشا الفنار برضو بيكتب لي حاجه، وان شاء الله خير. كالوشا اخونا، كالوشا كالوشا برضو مولع. كالوشا ومصطفى الفنار وشيكسو، الناس دي اللي بتكتب لي. الناس دي تعبت معاك؟ اكيد طبعا. تحب تقول لهم ايه الناس دي؟ احب اقول لهم ان شاء الله تكتبوا حاجه كده تخلي الناس تحب تسمع المحتوى، تسمع المحتوى بتاعنا، وان شاء الله خير. نحبب الشعب او الناس في الاغاني المهرجانات. بامر الله. بدل ما هي شعبه واحده تبقى ايه كل الشعب. ايوه اكيد اكيد، في ناس بتغني وفي ناس بتادي وفي ناس يعني عادي، ان شاء الله خير. اهم حاجه ان احنا نقدم حاجه الناس بس تحبها ان شاء الله. زيزو بقى نيجي لك احنا شويه. قول لي. انت جيت في مره كده كنت عامل قلبان على التيك توك، وكان فيديوهاتك كانت ترند زي ما بقول، صح كده؟ جت عليا فتره كده كنت انا كان معاك ناس كده ما انا ما اعرفهمش. في ان انت كنت في مجال اتنقلت لمجال تاني مره. لا مش مجال. هو انا ايه، انا بغني بقالي كتير، بقالي 11 سنه، بس مفيش فرصه ان انا اظهر للناس ولا حاجه، فاهم يعني؟ عملت فيديوهات، كام فيديو، فلقيت الدنيا يعني الدنيا معايا كويسه جدا،
نمت صحيت لقيت مليون و2 مليون و3 مليون، قلت ايه ده؟ فاهم؟ فده نقلني للناس بقى المهرجان، فاهم؟ ان انا وصلت يعني وصلت للناس عن طريق الفيديوهات، وبعد كده رجعت لحاجتي تاني. تمام. اللي هي الاغاني اصلا. انت اصلا بتغني؟ انا بغني. من امتى؟ بغني من 2009 او 2008. من زمان يعني. من زمان. طب في حاجة انت عاملها جاهزة معاك ان انت مثلا تقولها لي لايف؟ بس انت ما بتغنيش لايف. بص، هو في اغنية، يعني في اغنية ممكن اقولها لي، هي الناس كلها عارفاها، كانت ترند هي. بص، احنا سمعنا صوت عمار. انا بص، انا صوتي مش، انا بأدي. انا عارف زيزو، انت الطريقة بتاعته عارف جدا عمار. عشان كده سموه زيزو المجنون، عشان كده بيهايبر في فاهم المزيكا اللي هو ده اللي حابب فيه الناس. بالظبط بالظبط، هو اللون ده. بص، في حاجة يعني كل الناس هتلاقيها عارفاها، اللي انا بحكم شارع. انت دي الاغنيه دي انت اتشهرت لك جدا. اغنيه يعني انا بحكم شارع، ايوه انا حافظها. يلا. كانت بتقول ايه؟ انا بحكم شارع، ايوه انا بارع، من اللي فيكوا هيسد من قلبه جايبه ينزل هنا ولو بقذيفه تيجي في الوش، اصلك في حرب خسرانه، انا المقاتل وانت بيكش، انا عارف كلامي بموب الوش بيدخل في دماغك، معلش. ده بقى فاهم، ده مع المهرجان. هو ده بقى هايبرة، هو ده الجنان اللي انت تسميه. هو ده كان بتلاقي اللي بيسمع السال الموضوع تلاقيه عمال اللي هو بس يرقص. يا جدعان، احنا بقينا فيروس في الشارع. الناس حبانا. هي الناس بتحب السر. الناس بتحب الحاجه اللي هي الخفيفه. اقول لك على حاجه، انا بحسد نفسي. انت ما بتحسدش نفسك ليه؟ الناس بتحبك. الحمد لله. انت ما بتحسدش نفسك؟ الناس ده طبعا يعني ده حاجه من عند ربنا. احنا بقى ايه، احنا عايزين نوصل لسر الناس ليه بتحبنا. احنا بنعملش الناس ان هم جمهور او فانز او الكلام دوت، احنا كلنا اخوات. تواضع. بالظبط، وحب الناس ليك هو اللي هيوصلك للحاجه اللي انت عاوزها. اهم شيء التواضع طبعا في الحياه عامه. يعني اكيد صح الكلام ده. انت عارف انا وعمار عمرنا ما يعني ما اتنكنا مثلا او قلنا احنا بنغني او الكلام ده خالص. ما فيش حاجه خالص، مفيش الكلام ده، ومش حاجه اسمها ما بحبش كلمه الجمهور، يعني اخواتي فاهم. بالمناسبه انت فكرتني بموقف، كان مواقف، هو مش موقف واحد، كان بيحصل معانا زمان ايام الافراح لما كنا بنخش تجمعات والكلام ده. أيوة طبعًا. كنا اشقياء واحنا صغيرين. شله الفنار طبعا، الناس اي حد عمل فرح في اي محافظه في مصر عارف الفنار ايه. كنا احنا كنا اكتر من 100 نفر بنخش الفرح وبنفرح للناس وبالحب وبنجامل صحابنا وكده يعني. كنا زعامه في الحوار. فانت فكرتني بموقف كنت انا عايز احكيه دلوقتي، انا افتكرته طبعا. اذكر طيب اسامي؟ مش هذكر اسامي. لو حاجه خير اذكر اسامي بس. لا، هي حاجه مضحكه يعني، احنا يعتبر اتخطفنا لما اتخطفنا في المطارين. والله احنا كنا داخلين بتاع اكتر من 300 واحد، الناس افتكرونا. طب هو يعني نقول مثلا حب الناس وصل للناس دلوقتي، ومعانا مكالمه هاتفيه. منى الخولي، اتفضلي. ازيك يا منى؟ عليكم السلام. حابة لك مبروك في الإسلام على البرنامج. ربنا يخليك يا منى. حابة أقول مبروك لزيزو وعمار على النجاح، يا رب ده يا رب كمان النجاح لنجاح. ربنا يخليك يا رب. إسلام يا رب. وأنا أعرف زيزو أصلا بقالي كتير جدا يعني، وهو بن آدم فعلا محترم، يا رب كده يعني النجاح لنجاح يستاهل بجد فعلا كل النجاح اللي هو فيه ده. طب منى، انت ايه رايك في زيزو؟ لا، هو بصراحه زيزو يعني هو بني ادم محترم جدا، وهو يستاهل يعني كل النجاح اللي هو فيه ده. انت كواحده من الناس حباه؟ جدا طبعا. بس خلاص كده يعني، كل نشكرك يا منى طبعا على رايك الجميل فينا كلنا باستثناء يعني، وتسلمي على مكالمتك دي. نرجع عمار، عايزين نتكلم بقى شويه عن الاعمال اللي احنا هنقدمها او اللي انتوا هتقدموها قدام. انت وزيزو ناويين تكملوا طبعا مع بعض المسير؟ والله احنا مجهزين اكتر من 7 اغاني ومختلفين ان شاء الله. انا وزيزو ممكن تحرق حاجه منهم؟ خليها مفاجاه للجمهور. خليها مفاجاه للجمهور عادي يعني، مفيش مشكله. بس انا اتحطيت في الموقف ده واتحرق لي اغنيه. خلاص غني له اللي هي اللي بتشوفها تدخ وبتمشي تتدلع دي. انا عايز حاجه ليك انت وزيزو، عايزكم انتوا الاثنين اشوف الدوتو مع بعض. هو زيزو كان موزع لي بتقول، هي كانت بتقول
البت صاروخ بتشوفها الدغد الحلوة بتمشي وتدلع يا قمر بخدود ده عشانك اموت طب بص وشوف يا قلبي ولع والنعمة بحبك ده ما في زيك يا بومبونايا مش فاكر بقى كويس طب وانت انت مش هتغني؟ غني؟ مش انت في الاغنية معاك؟ انا في الاغنية بس لسه احنا لسه بنجهزها لسه بتتجهز يعني الاغنية دي فاهم لسه بتوزعوها كده لسه شغالين فيها ان شاء الله خير بقى طبعا مره انا عايز اسالك على حاجه كده حصلت لنا برضو في الايام اللي فاتت دي كلها تمام احنا محبوبين من ناس كتير الحمد لله ومكروهين من ناس اقل ممكن اعرف ليه والناس دي بتيجي وبتقول ان هي بتحبنا هقول لك على حاجه الناس كلها عمرك ما هتجمع الناس كلها على حب شخص ولا هتجمع الناس كلها على كره شخص تمام اي حد ليه اعداء اي حد ايا كان مين اللي هم ده اللي بيتسمى اعداء النجاح مش دايما كنت انا بفكرك واقول لك هو ليه الناس بتكرهنا ده احنا بنفرحهم عادي لازم يعني في اي مجال وفي اي حاجه لازم تلاقي ان حد ليه عدو اي حاجه تتخيلها بقى اذا كانت شركه اذا كان ممثل اذا كان مغني اذا كان محل اذا لازم. كان لازم من غير ده ما يبقاش في نجاح طبعا طبعا لازم تلاقي صح؟ حد طبعا وانت زيد ايه اخبار بقى البنات بقى معاك يا معلم كده جايف لا مفيش الحمد بص لله. ناس كتير بتخش وتتكلم وتقول لك انتوا مولعينها لا 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 انتوا عاملين وبيفكرونا ان احنا مفكرونا بتاع اغاني ومش عارف ايه فانتوا لا بس انت اكيد يعني لا 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 انا وعمار يا عم ما منا لسه قافله دلوقتي يعني اهو شوف يعني انا ان شاء الله ايه هخطب ان شاء الله قريب ان شاء الله ربنا يتمك على خير يعني حوار البنات ده والكلام ده لا اي حاجه في حياته بتبقى مجرد صداقه او ما عنديش بقى الكلام ده خالص انا سواء انا عمار نفس القصه برضه تمام طب احنا عايزين بقى ايه نوري للناس نوري لهم نجاح الاغنيه الباهر اللي انتوا عملتوه بتاع اغنيه اخواتي انا والنعم انا بتنطط عليها انا عامل فيديو عليها على فكره بص هو زيزو اللي كان بيقول اخواتي وانا اللي برد عليه بقول طيب احنا هنطلع بالفصل الاعلاني بالاغنيه تمام ونوري الاغنيه للناس يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض انت بتعاد ليه دلوقتي وحشوني قوي هما مين دول اخواتي 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 تعرف الناس دي منين الله يخرب غير اشكرك كنت فاكرك حد سالك واتعاملت بنية صافية لما جه وقت المعارك اكتشفت انك بعافية يلا شد ولم حالك وانسى كل اللي في خيالك مش هينفع تبقى صاحبي من حرس خلي بالك كله هري كله اسمعني وركز في كلامي ده انا اسمي الجارع مش عايزك تعمل وصايح في الدنيا وقارع ده انا فارس حاكم اسكوني مش هيب حاجة هتخش معايا وهتفضل تغرق في المانع ما تجيش تهلطة بالكلام التوسعك لو جاي حكدك في وشك بالمفك انا حبة مني طلقة جسمك كله شك اخر ضحية كنت سنة وحد اليك انت تعرف الناس دي منين واتي 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 هما مين دول اخواتي اخواتي وطبعا رجعنا لكم تاني وشفنا النجاح الباهر للاغنيه هما فعلا حقهم يسموك المجنون والله يعني اللي انا شايفه انت جننت الناس هو مجنون فعلا مجنون طبعا مره احنا شفنا النجاح طبعا للاغنيه والله اكبر الحمد لله في مداخله تليفونيه تانية معانا دلوقتي ونقول ازيك يا رباب صباح الخير صباح النور يا رباب عامله ايه منور يا اسلام مبروك عليك نورك ربنا يخليك ومنور يا عمار ومنور يا زياد ربنا يخليك ربنا يخليك شكرا
انتوا حد جميل كلكم، واغانيكم مش مجرد مهرجانات بس كده يعني رقص وتنطيط وخلاص، لا انتوا دايما بتقدموا حاجات مفيده كتير قوي يعني، وانت يا اسلام دايما بتتكلم في حاجات بتفيد وبتعمل كومنتات حلوه للبلد يعني، ربنا مش مجرد ان انت بتعمل بتطلع كده فيديوهات من غير هدف يعني، فربنا يكرمك دايما وان شاء الله تبقى احسن. بس انا شايفه ان انت لسه طبعا عشان اول حلقه ليك واول ظهور ليك كمذيع، فانت شويه كده مرتبك، فده طبيعي يعني. فامسك نفسك. عادي، بكره اتعلم ان شاء الله. لا ان شاء الله انت تستاهل كل خير يا سامي، انت وعمار وزياد، ودايما في تقدم ونجاح ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، وتسلمي على المكالمه الجميله ديت، تسلمي بجد، ربنا يخليك تسلمي. طب يا جماعه اديكم شايفين انا مذيع فاشل صح؟ انت مرتبك بس شويه، امسك نفسك. حقي اول مره في برنامج، ان شاء الله خير في اللي جاي بقى. قعده كاميرا غير قعده الكاميرا ان شاء الله. انا بقى يعني انا بقول لكم اهو، بكلمكم انتوا، قعده الكاميرا معايا انا خصوصا في الفيديوهات حاجه، وكمذيع حاجه تانية. فانتوا اعذروني في اول حلقه معاكم، بس انا هساعدكم ان شاء الله. يلا بينا ان شاء الله. ان شاء الله بعد ايه، بعد سنه او قريب يعني، انت هتكون حاجه كبيره ان شاء الله في 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 الحاجات دي. ربنا يخليك يا عزيز، والله العظيم يا جدعان انا بتمنى لكم الخير قبل نفسي، عشان انتوا فعلا والله العظيم اخواتي، الاثنين دول اخواتي وعد الله. طب عمار عايز اسالك كده في حاجه، اتفضل. هسالك رساله تقدمها لحد غالي عندك بقى او مش غالي عندك، المهم هم ثلاث رسائل. تمام. مين وتقول له ايه، ومين وتقول له ايه، ومين وتقول له ايه. تمام. اول حد، اول مجموعه والدي ووالدتي واخواتي وخطيبتي. اخواتك انهي بقى اللي هم في؟ لا اخواتي اللي في البيت. بقول لهم بحبكم قوي، ربنا يقدمكم في حياتي يا رب. تمام. وبالنسبه لبقى الفنار، انتوا اهلي وكل حاجه ليا، وربنا يخليكم ليا اكتر من اخواتي. تمام. والتالت، التالت الناس، ربنا يديم نعمه حبكم ليا، وان شاء الله اللي جاي خير واقدر اساعدكم بامر الله، وربنا يعدي الازمه اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. نفس اللي قاله عمار، انا عايزك تقدم رساله كده. نفس يعني عندي اهلي طبعا، والدتي ووالدي وكده، واخويا، واقول له يعني ان هم دعواتهم عارف هي من غيرها ولا اول حد يتقدم له رساله مين؟ يا اول حد في الـ في الـ كاهلي يعني ولا اي حد بقى؟ هو اهلي كلهم. تقول له ايه؟ هم كلهم. تقول لهم ايه؟ يعني ربنا يخليكم، ومن غيرهم طبعا ولا حاجه، و بحبكم. تاني واحد، تاني واحد الناس بقى اللي بتحبني، يعني الناس اللي بتحبني الناس اللي بتتابعني على التيك الناس توك، الناس اللي بتحبك وبتتابعك. تالت واحد، تالت واحد بقى ده شخص مجهول بقى. هو ده اهم حاجه. اقول ولا ما اقولش بقى؟ لا عادي من غير ذكر اسامي، المهم ان انت تقول له الله يسهلك، صح كده؟ يعني يلا، هو شوف، هو يعني هو قاعد بيتفرج عليا دلوقتي، فخلاص عايز اكتر من كده. بس يعني دي انت قول الحمد لله، الحمد لله على النعمه اللي انت فيها. الحمد لله. بس طبعا احنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم، ويا رب نكون اسعدناكم وقدمنا لكم حاجه، مش هنقول مفيده يعني، الحلقه دي ما فيدناكمش بحاجه، بس اللي هو ايه، انتوا عارفين ان انا بفكوا على طول، فقلنا بقى الناس اللي بتقول لي ان انا نكدي وبتاع، فطلعت لكم اهو بفرايحي يعني. فان شاء الله استنوني في حلقه جديده من برنامج نعم استطيع على قناه الصحه والجمال، وان شاء الله اقدم لكم حاجه جديده ومفيده، وكل حلقه حاجه مختلفه عن اللي قبلها، وباذنك يا رب اشرفكم قبل ما اشرف نفسي. وهسيبكم دلوقتي مع زميلي اسلام القناوي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم. هيبعد عني غلطان، صدقتك انا اعمل ايه، اتركنا وبتظلمني دلوقت، عينيا بتبكي عليك، وحكايتي معاك انا نسيتك، لو كنت سبتني ليه.
حاجة دريتك روحتني فيك أنا كنت إزاي على نية